السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة، وبيشرفني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. وزي ما بنتعود كل يوم أربع من 7 لـ 8 بنقعد نتكلم مع بعض عن مشاكلنا الشخصية وعن الشخصيات اللي موجودة حوالينا كتير، لكن في خبر هقوله في بداية البرنامج النهاردة مهم جدا، إن دي هتكون آخر حلقة في برنامج 60 دقيقة ليا معاكم، لأن إن شاء الله وبدءا من يوم الأربعاء القادم هيبقى لينا برنامج مخصوص، برنامج جديد، برنامج كله مفاجآت، برنامج هيكون خاص بيا، هيكون برنامج النفوس المطمئنة. إن شاء الله في برنامج النفوس المطمئنة من الأربعاء القادم وفي نفس الميعاد من 7 لـ 8 هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا ومفاجآت كتيرة، فانتظرونا فيها. النهارده قررنا إن آخر حلقة لينا في 60 دقيقة ناخدها عن شخصية موجودة حوالينا كتير جدا. الشخصية دي منتشرة انتشار رهيب وكلنا ممكن نكون بنشوفها، بمجرد ما هنبدأ نتكلم عنها هتلاقي نفسك أكيد عندك حد من العيلة، من الأسرة، من أصحابك، من زمايلك موجودة فيه كل الصفات اللي هقولها النهاردة. هنتكلم عن الشخصية الانفعالية، ويعني إيه الشخصية الانفعالية واضطراباتها. أولاً إحنا كلنا بننفعل. يعني إيه كلمة ينفعل؟ يعني بنحب، بنكره، عندنا انفعالات، بنفرح، بنحزن، عندنا نوع من التفاعل مع الناس، أما ألاقي فعل يكون عندي رد فعل، فكلنا بننفعل. أمال إيه الشخصية الإنفعالية؟ قالك هي الشخصية اللي بيبقى عندها زيادة، زيادة في الإنفعال، إنفعالاتها عالية جدا، دايما بتاخد رد الفعل أعلى بكتير من المطلوب، دايما عندها الفعل نفسه زيادة عن الحد جدا. لما نيجي نفكر ونقول الشخصية الإنفعالية سماتها عاملة إزاي؟ تعرف مبدئيا ان انا بكلمك عن شخصية حساسة جدا جدا جدا. لما اجي اتكلم عن الشخصية دي اقول لما بتيجي تحب بتحب بزيادة قوي، بس المشكلة عندها انها لما بتيجي تزعل بتزعل جدا. هدي مثال عشان يبقى واضح. الشخصية دي في درجة حبها بتعمل كل شيء، عطاءة جدا، عندها حب جامد جدا، عندها رضا جامد جدا، عندها استعداد تعمل اي شيء للشخص اللي هي بتحبه. المشكلة انها ممكن تزعل من كلمة بسيطة قوي، بل انها ممكن تفهم الكلمة دي غلط، بل انها ممكن تقطع العلاقة بالشخص ده تماما لمجرد انها فهمته غلط برغم انها كانت بتحبه جدا. الشخصية دي لو موجودة في عمل، العمل بتاعها ده هي بتحبه وتتفاعل معاه وماشية فيه كويس جدا وشايفة انه بيحقق لها طموحاتها، ممكن من موقف صغير جدا تلاقيها قدمت استقالتها وقررت انها ما تروحش العمل ده تاني. خدت بالك درجة الانفعال بتبقى عاملة ازاي؟ خدت بالك ان ممكن كلمة بسيطة تتفهم غلط تخلي الموضوع يكبر جدا جدا، وبدل ما الموضوع يخلص بان احنا نتفاهم ونتناقش يبقى قرارات مصيرية، سواء كان بالكراهية او بترك العمل او. طيب هي الانفعالات الزيادة دي طبيعية ولا مش طبيعية؟ طبعا الرد بيقول انها انفعالات مش طبيعية. ليه؟ لانك ممكن تخسر ناس حواليك فعليا بيحبوك، ممكن تخسر وظيفة هي فعليا كويسة جدا معاك، ممكن تخسر حاجات كتير لو فضلت ماشي بدرجة الحساسية الزيادة او الفهم الخاطئ او انفعالك العالي قوي اللي ملوش داعي، وكانت الامور في اصلها تخلص بمنتهى البساطة بمجرد انك تستفسر. طيب وهل الامر بيبقى واقف عند ده بس؟ لا طبعا، مع الشخصية الانفعالية بنلاقي تطوراتها عالية جدا. ازاي؟ يعني الشخصية الانفعالية دي ممكن تلاقيها دخلت معايا في اطار الشخصية الهستيرية او الهستيريونيك ديس اوردر، يعني بتخش في اضطراب الشخصية الهستيرية. ازاي؟ عشان نوضح ونخش بدون مصطلحات وتبقى فاهم انا بكلمك عن ناس موجودة حواليك. لما تلاقي شخصية او واحد بيشتكي من زوجة، مشكلة الزوجة دي انها لبسها اوفر قوي، الوانها عالية قوي، زاهية قوي بزيادة، دايما تحب تبقى محل انظار كل الناس اللي حواليها، لازم تكون في كل مكان صوتها عالي اوفر قوي، حتى وهي بتضحك ضحكها واضح قوي بزيادة قوي اكتر من اللازم، وتضحك على اي حاجة. هي هنا بتدخل في سمات شخصية اسمها هستيرية او انفعالية هستيرية، انفعالاتها عالية قوي عن زيادة عن اللزوم. طيب بتلاقيها هي برضو الشخصية اللي ممكن لما تيجي تزعل تبقى بركان غضب، بركان غضب عالي جدا بلا سبب بلا داعي، انفعالاتها زيادة قوي، تصرفاتها زيادة قوي، طريقة لبسها زيادة قوي، انفعالاتها وردود أفعالها وفهمها وتفكيرها برضو كل ده زيادة قوي. الشخصية دي لما بنقعد نقول يا ترى نسبتها عند الستات أكتر ولا عند الرجالة أكتر، الدراسات العلمية أثبتت إنها 3 إلى 1 في الإناث عند الذكور، يعني نسبتها 3 أضعاف عند السيدات عنها عن الرجال. الشخصية هنشوفها حوالينا كتير جدا، بتلاقي إن واحدة مع جارتها مثلا بيحبوا بعض جدا،
وفجأة بمجرد ما سمعت كلام عن جارتها مش كويس وبرغم انها حبيبتها جدا قطعتها تماما، بل ما اكتفتش انها بتقطعها وقالت كل اسرارها لكل الناس المحيطين بيها. شوف رد الفعل كان عامل ازاي؟ هو ده اللي بتكلم عنه في مثال للشخصية الانفعالية اللي انفعالاتها بتبقى عالية جدا وزيادة جدا وفوق الوصف. حتى علاقاتها برغم انها شخصية اجتماعية وليها علاقات كتير الا انك بتجد العلاقات دي كلها علاقات سطحية. يعني ايه سطحية؟ يعني مفيش العلاقة الزيادة الحميمة اللي بتقعد فترات طويلة، علاقة موجودة بس مدة قصيرة وتنتهي، بتخسر الاشخاص من حواليها ولو ما خسرتهمش لازم يكونوا هم موافقين على تصرفاتها، موافقين على انهم يأدوا المتطلبات ليها. طيب الشخصية دي بتبقى اجتماعية اهي وليها علاقات اجتماعية كويسة وليها علاقات من حواليها كتير، طيب مش دي ميزة ولا عيب؟ ميزة وعيب. ميزة انها اجتماعية وبتعرف تعمل علاقات اجتماعية كويسة جدا، العيب بتاعها انها بتعمل ده عشان نفسها مش عشان الآخر، يعني دايما هي بتديك عشان تشوف نفسها وهي بتديك، هي بتحبك عشان تشوف نفسها وهي بتحبك، هي النهاردة بتدي أي تصرف ليك عشان هي محتاجة تشوف التصرف ده، وطول الوقت عايزة تكون محل الاهتمام. لما تقيم حوار لازم تكون هي اللي ماسكه الحوار من اوله لاخره، محدش يتكلم غيرها. لما تيجي تعمل نكت وهزار وضحك هي تكون محل الاهتمام، هي اللي ظاهره. لذلك هي مشكلتها الوحده، بتخاف انها تبقى لوحدها. لو حست لفتره انها ممكن تعيش لوحدها بتقلق، بتخاف ممكن فجاه تلاقيها قلبت الترابيزه وقررت انها تهدد بالانتحار. معقوله ممكن توصل للانتحار؟ طبعا، لانها هنا في اللحظه دي بتبقى حاسه انها فقدت الامل. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. أيوة حضرتك، أنا عصبيتي وصلت لدرجة اللي أنت بتتكلم عليها حضرتك. طيب هي بقالها قد ايه العصبية دي موجودة؟ من أول ما اتجوزت بعد ما خلفت على طول، يعني حوالي 4 سنين، تمام. بس مش لدرجة اللي أنت حضرتك بتقولها. يعني طيب لأي درجة؟ هو من كتر يعني ممكن ان انا لما العيال تعمل اي رد فعل وحش او كده او تعمل حاجه غلط اتعصب لدرجه ان انا اقعد اصوت لهم، لحد ما بنتي اللي عندها 4 سنين بقت زيي بتقلدك وتصوت زيك. بالظبط. وبقت لدرجه ان هي ما عادش عارفه تنفعل مع اي حد يجي يكلمها بره، تقعد تتعصب زيي وتتكلم بطريقتي. طيب انت قبل الزواج كنت برضو عصبية بس مش بالدرجة لا دي؟ كنت برده، لا كنت برده خالص. طيب لما اتزوجتي العلاقة مع الزوج أخبارها ايه، كويسة ولا؟ لا كويسة كويسة الحمد لله، بس أوقات بتيجي يعني بتبقى في حاجات مش كويسة برضه، زي فلما بتيجي الحاجات اللي مش كويسة دي إيه أنا بكبر الموضوع. انت بتكبري الموضوع، انت قلقة مش زيادة شوية؟ بزيادة خالص. وبعد الجواز بعد ما خلفت برضه ما كنتش قبل كده قالوا تمام، إيه، مش فاللي شايلة هو أنا مش المسؤولية عارفة لوحدك أعمل ولا إيه الزوج بنفسي وأعمل بيساعدك؟ إيه بنتي. إيه؟ شايلة المسؤولية لوحدك ولا الزوج بيساعدك فيها؟ لا بيساعدني فيها الحمد لله. تمام. متوقعة اللي جاي أحسن ولا أوحش؟ أوحش ليه؟ معرفش، مش عارف. طيب أنا هجاوبك حالا على سؤالك، تحت أمرك، خليكي معانا. معانا اتصال تليفوني، أم فريال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. يا فندم أنا علاقتي مع زوجي سيئة، وكان دايما يشتمني ويشخط فيا ويعاملني معاملة سيئة جدا. انت متجوزة بقالك قد ايه؟ انا بقالي 17 سنة. بس طيب وعلاقتك سيئة بزوجك بقالها 17 سنة ولا في الاخر ساءت؟ لا من اول يوم، من اول يوم وهي سيئة. من اول يوم وهي سيئة. طيب سؤال، ايه السبب؟ مني مثلا تزوجته، يعني كنت كان سني 28 سنة، تمام. فعشان يعني كان أيامها ممكن يعني كانوا يعتبروها اللي فاتني زواج أو كده. تمام. والله وكان بيعاملني معاملة سيئة جدا وعلى طول مخاصمني. طيب هو من النوع اللي ممكن يكون عصبي بزيادة، بيشرب حاجة؟ لا هو ما بيشربش حاجة. طب عصبي بزيادة، طباعه فيها حاجة صعبة؟ هو ممكن يكون بيستعبط بزيادة. طيب سؤال بس، عندك أولاد منه ولا ما عندكيش؟ عندي بنتين. عندك بنتين.
طيب انا هجاوبك على سؤالك، بس ركزي معايا في الاجابه لما اجي اقولها لك. اوكي ماشي. طيب ماشي يا فندم. اقفل يعني ولا خلينا على الخط؟ لا انت هتقفلي الخط وتتابعيني من التلفزيون. ماشي. والابناء بس يا دكتور لحظه، والابناء البنتين البنتين برضه سيئين في المعامله وطبعهم برضه سيء، ازاي؟ طبعهم سيء، ما بيسمعوش الكلام. في ممكن يوصل لحالات كذب، العيله تكذب، ممكن الموقف يبقى له 3 حقائق مش حقيقة هما كام واحدة. سنة؟ أولادك كام سنة؟ بنت البنت الكبيرة عندها 17 سنة تمام؟ والصغيرة عندها 10. والاتنين زي بعض؟ اللي يعني اللي قريبين من الطباع شوية، طيب قريبين من الطباع. طيب خليكي معايا، حاضر تحت أمرك. مع السلامة. ماشي يا فندم تحت أمر حضرتك. معانا اتصال تليفوني، مدام هند السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أيوة فندم. دكتور، لو سمحت يا دكتور، هو الشخصية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي النهاردة، أنا فعلا يعني في حد قريب مني جدا نفس المواصفات اللي حضرتك بتقولها بالظبط، تمام. بس فأنا عايزة أعرف، طب شخصية زي دي يعني أحسن أسلوب التعامل معاها بيكون إزاي؟ أنا كده كده في نهاية الحلقة النهاردة هقدم علاج كامل للشخصية، تمام؟ بس أيوة. أنت شايفة نفسك فيها، يعني أنت فعلا بتعملي الأفعال دي أو ممكن يكون عندك التصرفات لا دي؟ هو، لا هو مش انا الحمد لله، يعني الحمد انا لله. في شخصيه قريبه مني هي لنفس النظام كده لدرجه ان زي ما حضرتك بتقول كده يعني بالظبط نفس المواصفات. طيب يبقى تابعيني في نهاية الحلقة، أنا هقدم النهاردة علاج كامل للشخصية وكيفية التعامل معاها. متشكرة أوي يا تحت دكتور، أمر شكرا. حضرتك. طبعا احنا بنحاول نغطي كل الأسئلة اللي بتجيلنا، وبحاول عشان برضو أبقى شغال معاكم في الحلقة وما أقطعش عليكم إن أنا أشرح لكم كل الصفات، وبركز على إن احنا لازم في كل حلقة إن شاء الله نقول علاج الشخصية بتاعتنا أو التعامل معاها أو التعامل مع الاضطراب بيكون عامل إيه. لما بنيجي نتكلم عن الشخصية الانفعالية النهاردة بنتكلم عن حتة الحب، لما نيجي نقول ان حتى طريقتها في التعامل هي بتميل للجنس الاخر في التعامل، يعني هي بتحب مثلا لو هي انثى تميل للتعامل مع الذكور اكتر من الاناث لانها بتحس بغيرة من الاناث اكتر، وبتحس ان التعامل مع الذكور بيكون افيد، مش شرط يكون بس حب لا، لكن هي فعليا حتى في مجال العمل بتحس انها تتفاهم معاهم بشكل اكتر. المشكلة انها لا شعوريا بتبدأ تعمل عملية اغواء او اغراء ليهم لشعورها بافتقاد الحب. طيب احنا عايزين نفهم اسباب الشخصية دي ايه، يعني ليه الشخصية الانفعالية بتتكون بالطريقة دي؟ والله التفسيرات كتيرة جدا، لكن هنبدأ بأكثر التفسيرات. كان تفسير كلاين وهو أحد تلاميذ فرويد لما قال إن الشخصية دي ما بتحصلهاش عملية فطام في الطفولة للحب من الأم، يعني عاطفة الأم والحب بتبقى زيادة وما بتعملش عملية فطام، فبتفضل في حالة احتياج للحب، ما خدتش الحب الكافي في الطفولة، ويفضل ده موجود حتى مرحلة ما بعد البلوغ، يعني هي بتبقى في احتياج للآخرين عشان يدوها عاطفة الحب والحنان والاحتواء اللي المفروض تاخدها من الأم، وهي بتفضل محتاجاها حتى مرحلة ما بعد البلوغ، وده اللي بيخليها اعتمادية على الآخرين في عملية الحب والحنان والعاطفة. ودي كان أحد التفسيرات. برضو في عندنا بقى الأكثر من ذلك والأهم، إن مرحلة التنشئة الأسرية بيبقى لها دور كبير جدا في إسقاط رمز الأب من البنت، يعني بنلاقي ان الام والاب ممكن يكون عندهم خلافات اسريه، وده طبعا بيبقى نصيحه لكل الناس، لما يبقى في خلاف في البيت الاولاد ما ينفعش يشوفوه. الخلافات الاسريه بين الاب والام، فتبدا البنت لو هي موجوده تبص على ان الام بتبقى ممكن بقى بتدعي على الاب او بتزعق للاب او بتختلف مع الاب او تقول كلام سيء على الاب، فالبنت هنا كونت فكره على ان الاب اللي هي بتحبه هو زوج غير سوي او غير جيد، فتبدأ هنا الأزمة تحصل إن سقط رمز الأب من وجهة نظري، فتتكون اضطراب في طريقة الشخصية. اضطراب هو المفروض الأب ده أنا بحبه جدا، وفي نفس الوقت أنا عندي مشكلة إن الأم بتقول عليه حد مش كويس، فهو المفروض إنه كويس ولا مش كويس؟ طيب والأب نفس الفكرة بيسيء للأم أو بيهينها، طب وهو أنا أمي دي أنا بحبها جدا، طب هي أمي دي شخصية المفروض أنا دي قدوتي وأطلع زيها، ولا المفروض القدوة دي مش كويسة لأن بابا بيقول عليها مش كويسة وأنا ما أطلعش زيها؟ بيبقى هنا خلاف كبير قوي، أنا المفروض أعمل إيه؟ الاضطراب بينشأ من هنا، اضطراب الشخصية يعني كتير قوي من الدراسات قالت إن بينشأ نتيجة الخلافات الأسرية وإسقاط رمز الأب أو رمز الأم اللي بيسبب لي اضطراب واضح وصريح. بيبقى معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك. والله يا دكتور أنا يعني أنا مشكلتي كبيرة شوية، لأن أنا بقالها 19 سنة، يعني إن جوزي على طول، يعني أنا ما أعرفش هو اتجوز ليه للأسف، يعني
حياته بره، يعني حياته ضحكه هزاره قعدته ما بيفتحش غير بره البيت ده، ما بيجيلوش غير اللي هي مثلا يخرج من بدري يجي على العصر ياكل ينام يصحى يخرج تاني، ده كله في الاماكن دي في قهوه يعني نظام قهوه، يرجع برضو كان هيتعشى يسهر له شويه نام التلفزيون وينام، ملوش دعوه لا ليه البيت، بس كل طلبات البيت طبعا متجابه، لا ليه دعوه بيت ولا عيال ولا حاجه ولا زوجه، وهو ده اكثر حقوقنا اللي عنده. كان كده بس طول دلوقتي عمره يعني حتى قبل الإنجاب أول ما اتجوز كان كده، ولا اه الأول كان لا كويس وبعدين بدأ يسيء الأمر أكتر وأكتر؟ لا 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 هي طبيعته كده، بس انت نسيت من لان انا حصلت لي ظروف، انا يمكن كنت بخرج على طول عند امي بحاول افضفض معاها كده، هي توفت تمام. فبقيتش في حد ان افضفض معاه او اتكلم معاه، فبقيت انا كمان الموضوع زاد اكتر، حتى كمان كان ممكن كل فتره يخرجنا انا والعيال، طبعا الموضوع ده من ساعه كمان ما والدتي توفت عصب مبقاش خروج نهائي، في قاعده في البيت مفيش حاجه اسمها يقعد في البيت، حتى لو يوم لو يوم انت هتخرجيني في البيت، يعني لو مش تخرج النهارده بالليل اقعد معانا مع اولاد شوف، تمام. ما فيش الكلام ده نهائي، لدرجه دلوقتي انا خلاص اعصابي بدات تتعب اكتر، بدات كان كنت بحبه دلوقتي بقيت اكرهه، دلوقتي انا حاسه ان انا دلوقتي بقيت بني ادمه متدمره مش عارفه ادي حاجه لعيالي، يعني بني ادمه متدمره عايشه مش عارفه حتى ان اعطي عيالي شيء، لا عارفه اشوف مشاكلهم، لا عارفه ان انا مضغوطه، دلوقتي بقيت في احلامي بشوف ان انا بموته، كل ما بيجي لي في الحلم لازم اموته اخنقه اضربه سكينه مش عارفه، انت قلقة بزيادة شوية؟ قلقة جدا. تمام. طيب سؤال معلش، اولاد حضرتك قد ايه؟ انا عندي 4 اولاد، اكبر حد 18 سنة ده اكبر حد واصغر حد؟ سنتين تمام. طيب بس انا خلاص هجاوب بقى. حضرتك، وكده كده كان في سؤال تاني مشابه لسؤالك قبل منك على طول، ركزي معانا احنا ما جاوبناش لسه على ولا سؤال فيهم، تابعي معانا في الحلقة وانا هجاوبك تفصيلا على سؤالك. لو تقول لي حل، انا نفسي دي نفسيتي تعبانه جدا مانيش عارفه اعمل ايه. انا الاتنين تحت امرك، شكرا لك يا دكتور، الله الف يكرمك. شكر، السلام عليكم. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد اتفضلي يا فندم. شكرا جدا يا دكتور، لو سمحت يا دكتور عندي سؤال لحضرتك. تحت امرك. انا عندي ابني دايما بيعارضني في الراي، يعني انا مثلا ايه ممكن اقول له تشرب لبن حبيبي فيقول لي لا يا ماما مش عايز لبن انا عايز بيض، تمام. فاسيب الحاجه اروح اجيب البيض يقول لي لا انا عايز لبن تاني، فحسيت ان هو عايز اللي هو ايه مش عايز يبقى لي انا رايي في الموضوع. طيب هو كام سنة؟ هو يعني هو سنه صغير 3 سنين. 3 سنين، تمام. ماشي، فانا ممكن مثلا طب لا اصر على الحاجه لا ما لا مش عايزها رفض تاني يعني. تمام. دي حاجة، الحاجة التانية بيقول لي مثلا يا ماما تعال مثلا ايه بيلعب مثلا بالكورة مثلا يعني، ده أخوه؟ فيقول لي ده أخوه ولا مين؟ لا هو نفس الولد، ما عنديش غير هو بس. ولد وحيد، تمام. فمثلا بيلعب بالكورة تعالي ماما العبي معايا، فلعب معاه فيحسسني ان في كذا واحد معانا يعني تمام. شطار فلان او كده يعني، بيقول لي مثلا ايه خدي جنيه وايدي ما فيهاش حاجه فايدي فاضيه، بيقول لي خدي جنيه اشتري بيه، انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي في الحته دي. تحت امرك، حاضر. انت من النوع اللي بيقرا في تربيه الاطفال ولا لا؟ لا انا بسمع برامج كتير وبقرا برضو يعني. طيب انا هنصحك كام نصيحه كده في تربيته، وان شاء الله ربنا يبارك لك فيه ونجاوبك على السؤال اللي انت قلته لي. طب لو سمحت عندي كمان سؤال لو سمحت. اتفضلي يا فندم. انا مثلا عندي مثلا جوزي أبقى تعبانة مثلا فيهتمش مثلا يقول لأ مثلا آخدها أروح أكشف عليها من غير ما أنا أطلب منه الموضوع، فأنا بحاول مثلا أقول له مثلا إيه دماغي بتوجعني جامد وبقالها فترة مثلا، فهو ما يقوليش لأ قولي معلش إن شاء الله تبقي كويسة، ما يقوليش مثلا يلا نروح نكشف أو يلا نشوف دكتور أو كده يعني. أنت بتتكلمي معاه بشكل مباشر في اللي أنت عايزاه ولا بتبقي مكسوفة منه؟ حسب الوجع يعني. يعني ممكن الاقي نفسي انا شايفه ان المفروض هو عليه واجب يعمله ما عرفش يعمله، ممكن اتكلمه مباشره واطلب منه، ولا الاقي نفسي ساكته ومش عايز اتكلم؟ لا انا بطلب منه مباشره يعني. انت حساسه بزياده شويه؟ جدا. تمام. انا عندي كمان مشكله برضه، اتفضلي. انا بزعل
بتزعل جدا بسرعة منه، يعني ممكن يهزر معايا هزار تقيل تلاقيني بسرعة زعلت منه. وعندي كمان مشكلة تانية لو سمحت، معلش. لا يعني اتفضلي. أنا يعني ممكن بس أنا دلوقتي بكلمك بتلاقيني دلوقتي قلبي بدق جامد وخايفة وإيديا بتبرد بسرعة، تمام. ببقى انت قلقانة كده جبتي جدا. بقيه التشخيص، كده خلصت كل الاعراض. فاهم، لو عايزة مثلا أروح، لو رايحة عند حد مثلا بروح له، يعني بقالي فترة ما روحتش، ببقى قلقانة وخايفة وقلبي مقبوض، معنديش حاجة. أنا ممكن أكون رايحة لمناسبة بسيطة مثلا، يعني طيب كده يبقى نجاوبك اجابه صحيحه لانك كملتي التشخيص اللي انا كنت عايزه. تحت امرك، حاضر. طب معلش أنا آسفة أتقل عليك كمان. يعني اتفضلي. أنا كنت طلبت بالكنترول رقم لدكتور أخصائي للأطفال بيجي يوم الخميس، تمام. وحضراتهم ادوني الرقم غلط. طيب خليكي فأنا مع الكنترول، يعني خليكي معانا ما تقفليش، والكنترول هيكلم حضرتك حالا أنا يصحح لك الرقم. أنا برن كتير جدا وهم ما بيفتحوش عليا. سامحينا، عدد المكالمات كتير جدا، الاتصالات اللي بتتصل كتيرة قوي، وفي 3 خطوط شغالين في وقت واحد. عموما احنا مع حضرتك وتحت امرك. الله يبارك لك، تسلمي لي. طيب احنا كنا طبعا بنقول دلوقتي حالا في تكملة الشخصية الانفعالية، لكن احنا بنقول الشخصية الانفعالية موجودة حوالينا كتير، وزي ما بدأنا نقول صفاتها بدأنا نلاقي اتصالات تليفونية بتتكلم عنها. هجاوب بعض الأسئلة اللي جات لي. معانا أم رغدة كانت بتقول إنها عصبية جدا من أول الزواج، الكلام ده بقاله 4 سنين. لما الأولاد بدأت تعمل أي أصوات أو تعمل أي حاجة بدأت هي تتضايق وتصرخ وتصوت فيهم. المشكلة إن البنت عشان 4 سنين بتاخد كل حاجة من مامتها، فبدأت تقلدها، بقت البنت كمان بتصوت. لما سألتها قالت لي إنها فعلا عندها قلق، والقلق بدأ يزيد معاها جدا ويكبر، تمام، وحاسة إن اللي جاي أوحش. هنا التشخيص طبعا هي قلقة جدا، القلق بدأ يبقى متمكن منها. أنا مش شرط أكون عندي القلق من بدري، ممكن أكون شخصية حريصة، شخصية بتخلي بالها من نفسها، شخصية بتعمل كل حاجة على أكمل وجه، وده حاجة مميزات جميلة جدا، لكن هي برضه في نفس الوقت بتخليني على حذر ان ادخل في باب القلق والتوتر مع مسؤوليات كتير بتتكون عندي، وخصوصا مع الزواج الجديد ومع الجواز مباشرة، جه حمل جديد وطفل جديد ومسؤولية اكبر، تحولت من آنسة لزوجة ومن زوجة لأم في فترة صغيرة جدا، فبقى عليها مسؤولية جامدة. ولأنها شخصية مثالية ففجأة حصل عندها نوع من الخوف والاضطراب والتوتر بدأ يعلى ويزيد. المشكلة عندي ان بقابل كل حاجة بخوف، بقابل كل حاجه بقلق، ما بعرفش اتعامل مع الامور بضحك وهزار وسلاسه وابقى مبسوطه وانا بادي الحاجات اللي ورايا، لا ده انا حامله كل هم، كل حاجه بعملها، شايله هم المسؤوليه والتربيه والرعايه، شايله هم البيت، شايله هم الزوج. الهموم الكتير هي اللي سببت لك القلق والتوتر، لان لو انت كنت قلقانه من الاول ما كانش ده بقى الوضع. انا سالتك وقلت لي انا كنت كويسه جدا قبل الزواج. نصيحتي ليكي، انت ما دخلتيش لسه في اطار المرض، احنا عندنا مبشرات لان انا اكون شخصيه قلقه. احذري ده ووقفيه وفرمليه، ابدأي اتعاملي مع الطفل بهدوء، ابدأي خدي خطوات بسيطة قوي وما تشيليش هم التربية، ربنا اللي بيربي ولادنا مش احنا اللي بنربيهم، احنا لينا دور بنقوم بيه، اما التوفيق كله من عند الله عز وجل، فما تشيليش هم قوي، اعملي اللي عليكي وسيبي الباقي بعد كده على الله عز وجل. مطلوب بمنتهى البساطة الطفل يتربى صح. هقرا حبة معلومات عن تربية الطفل، وانا ده هقعد اقوله في كل الاجوبة لان واضح ان الكل ما قراش عن التربية. محتاجين نبقى عندنا كتب عن التربية ونسمع عن حاجات كتير في التربية الصحيحة، هنلاقي نفسنا بنربي ولادنا بشكل سليم. الطفل لحد 7 سنوات يا جماعة ما بيتعاقبش، تمام؟ أمال بيحصل إيه لما يغلط؟ بنعلمه الصح إيه؟ هو هعاقبه على إيه؟ هو لسه فاهم حاجة عشان يزعل منه؟ طيب يبقى أنا عندي الطفل، بما إنك حضرتك قلت لي 4 سنوات، يبقى إحنا محتاجين لسه نقعد نمرن ونعلم مرة تانية. وأنا بعلم أخد الموضوع بضحك وبهزار، وفي طرق كتير قوي بقى إزاي أتعامل، تعديل سلوك باللعب وتعديل سلوك بالتمثيل وتعديل سلوك بالكرتون والمسرح، في 1000 طريقة لتعديل السلوك وتربية الأبناء، تمام؟ طبعا القلق لو زاد هيبقى ساعتها محتاجين متخصص، دي حاجة تانية، بس إن شاء الله ما يحصلكيش حاجة، أنا شايفك مش بالدرجة دي. كان معانا سؤال، أم فريال علاقتها بزوجها سيئة، متجوزين بقالهم 17 سنة، كان سنها وقتها 28، عندها بنتين، والبنتين بدأوا يحصل لهم نفس المشاكل السلوكية نتيجة إن واحدة منهم بدأت 17 سنة والتانية 10 سنين، والاتنين بدأوا يكذبوا وتحصل مشاكل كبيرة معاهم، وطبعا أم فريال تعبانة جدا. أنا بقى هجاوب في السؤال ده بالذات على أم فريال شخصيا، لأن هي اللي عندها المشكلة مش الزوج ومش الأولاد، مش دفاعا عنهم طبعا، كل بيت فيه خلافات كتير، لكن أنت كزوجة ناجحة قدرتي تخلي البيت بتاعك قائم لمدة 17 سنة، يبقى لازم نعرف هنا ان الزوج ده لو كان شخصية صعبة المعاشرة ما كنتيش كملتي معاه.
رقم اتنين انك خلفتي منه بنتين، ربنا يبارك لك فيهم. الازمه عندك في ان انت بتعلني عن ان عيوب الزوج كذا، وكل شويه نقول انا ما بحبش الزوج، او الزوج ده مش كويس، او الزوج ده فيه عيوب. الولاد لو لقوا ده قدامهم، انا لسه قايله في اجابه السؤال اللي فات، انا بسقط رمز الاب من قدام عينيهم، هيطلعوا هم مش بيحترموا الاب ولا الام. طيب والطفل لما يكذب، احنا قلناها قبل كده ورجعي للشخصيه الكاذبه، عملنا حلقتين عنها، هتلاقي ليه اسباب. الطفل ما بيكذبش لوحده كده، يعني ربنا بيديه فطره سليمه، واحنا اللي بغصب عننا بنخليه يكذب، اما انه خوف، اما انه قهر، اما انه خيال، اما انه عدم ثقه بالنفس، الاف بقى، وارجعي للحلقه تفصيلا. انما انا نصيحتي ليكي في السؤال بتاعك انت هي حاجه واحده بس، انت محتاجه تعيدي حساباتك مع نفسك وتعيدي النظر للزوج مره تانية. لو الزوج سلبي دوري على الايجابيات بتاعته وزوديها. لو الزوج النهارده هيسيب البيت دوري على ايه اللي كان مخليه يتجوز من الاصل، وايه اللي مخليه مازال متجوز، وايه اللي مخليه مازال فاتح البيت، وايه اللي ما خلاهوش ينفصل زي الاف ما بينفصلوا. في حاجات كتير قوي محتاجين نقف، وده مش دفاعا عنه، يمكن اللي هيتابع اسئلتي لاني كنت بقف مع سيدات كتير جدا، لكن انا من السؤال بتاعك ومن المده الزمنيه الكبيره اللي انتوا عايشينها، ما ينفعش بعد 17 سنه اقول والله ده تعبني وملوش يوم حلو، ما ينفعش اكون بكفر العشير. فده كان ردي على مفريال. هند كانت بتتكلم عن الشخصيه، عندها حد من معارفها شخصيه انفعاليه زي ما احنا بنقول النهارده، وبتقول ايه العلاج بتاعه، هتعامل معاه ازاي، وانا طلبت منها تخليها معانا وهجاوبها، هيكون اخر اجابه ليا ان انا اخش في العلاج مباشره. معانا كان سؤال ام عمر، 19 سنة المشكلة بتاعتها مستمرة من أول جوازها. الزوج حياته كلها بره، ضحكه وهزاره بره، الخير بتاعه بره، بيخرج على طول على القهوة والتلفزيون وبيخش ينام مباشرة وملوش علاقة بالأسرة، ما بيشيلش معاهم المسؤولية. كانت عندها سبيل للتفريغ والتنفيس الأم، لما كانت بتقعد تتكلم معاها وتفضفض معاها فتعمل لها نوع من التفريغ النفسي، تقدر تهديها شوية. لكن الام توفت، ومع وفاه الام زادت المشكله، لانها اصبحت شخصيه كتومه، يعني بتكتم جوه نفسها، ما فيش حد تعرف تتكلم معاه وتفضفض معاه، ودي بقت المشكله الاكبر. هنا كيرف المشكله عالي، مش الزوج بقى، يعني الزوج عامل مشكله فعلا، بس كان عندي مساحه من ان اعرف اخرج من ده بان الاقي حد بيصبرني ويهديني وياخد مني توتر ويديني ايه سبورت ان انا اكمل اللي جاي. طيب مع وفاه الام بدا الموضوع يكبر، كان الزوج وقتها بيخرج معاهم بطل يخرج معاهم، و الامر بدا يزيد ويبقى اسوأ، لان بدا يتحول لاعراض سايكوسوماتيك، بدات الامراض النفسيه او الجسميه تتحول، فاعصابها تعبت، ودلوقتي بدا يتحول الامر الى كراهيه شديده. مع الكراهيه الشديده دي بدا ياثر سلبي على تربيه الاولاد، بدا ياثر سلبي عليها هي شخصيا، بدا يجي لها كوابيس في الاحلام تتخيل انها بتموته، وانها طبعا بتعمل فيها اشياء سيئه جدا. طيب وطبعا عندها 4 اولاد. يا ام عمر، الاجابه ليكي هي، انت طبعا سؤالك طويل بس الاجابه ليكي هنمسكها في 3 نقط بسرعه كده. النقطه الاولى، انت شخصيه قلوقه، حساسه جدا، بتفكر كتير جدا، عندها تانيب ضمير جامد جدا، شخصيه متردده في القرارات بتاعتها. الشخصيه دي كانت بتخليكي متحمله، وبتخليكي دايما واخده بالك من كل العيوب، فبتشيلي بكتير قوي اكتر من اللازم، اكتر مما يستدعي الموقف كده، كويس؟ وكل كبيره وصغيره عينك غصب عنك، ما بقولش انت قصده، بقول عينك غصب عنك بتجيب التفاصيل، فكل كبيره وصغيره بيعملها الزوج من تصرفات وحشه انت شايفاها كويس جدا وبتجرحك، لانك حساسه بزياده. طيب مع تصرفات الزوج المستمره، وهو طبعا ما يعرفش ان انت قلقه ولا حاجه، هو بيتعامل بطبيعته، فطبعا جاي عليكي في حاجات كتير. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت كان لازم يحصل نوع من التفريغ. التفريغ ده كنت بتعمليه هو نوع من انواع العلاج النفسي، التهدئه، اني اخرج اللي جوايا وان الاقي حد يديني دفعه ايجابيه. كانت ماما بتعمل ده، عشان كده انت كملتي والدنيا كانت ماشيه كويس. المشكله ان بقت ماما مش موجوده. طيب ما هو احنا لازم نحط بديل فوري، ممكن اشوف صديقه، ممكن الجا لحد يكون فاهم بس من اهل الحكمه، مش اي حد اقعد اتكلم معاه، لازم يكون حد حكيم في ارائه عشان ما يديكيش راي يضيع الدنيا، وما ينفعش يكون حد هو نفسه شخصيا بيعاني من مشكلات، عشان ما يبقاش دايما ايه، لو واحده بتصاحب واحده عندها مشكله اسريه، بدل ما تديها نصيحه كويسه ممكن تضيعها. طيب ده كان الاول، ده ليك انت. الازمه ليكي لو زادت وبدات تاثر عليكي جسمانيا زي انت ما قلتي، يعني لو بدات نخش في اضطرابات، يبقى لازم في الحاله دي الجا لمتخصص فورا. النقطه الثانيه اللي هقولها، جذب الزوج. احنا قلنا زوج موجود في البيت بيحب يقعد على القهوه، بيحب يخرج، بيحب ما يقعدش مع زوجته، مش هشكر في الزوج، عيوبه واضحه اصلا، مش محتاج ان انا اتكلم عنها، لكن هقول وسائل جذب الزوج للبيت. هو انا الزوج ده لما تزوج اداني ربنا سبحانه وتعالى صلاحيات اعملها لجذبه،
يعني ايه؟ يعني خلي جو البيت حلو، خلي شكل البيت ما حصلش، خلي شكل حضرتك جديد ومختلف ومتنوع، يعني الروتين بيقتل، خلينا دايما متجددين، الشخصية التقليدية بتبقى صعبة، خلينا نقول الأكلات اللي بيحبها، خلينا نقول وهو بياكل يسمع كلام جميل، خلينا نقول استقباله من عند باب البيت يكون شكل مختلف، خلينا نأجل المشكلات اللي موجودة كتير قوي النفسية اللي عايزين نقول بقى الولد عنده ايه والبنت عندها ايه وانت لازم تشيل معايا والنقد نقد نقد. بلاش النقد الكتير. ليه؟ لو انا واحد من الناس مش حابب اشيل مسؤولية او مش حابب هم، واول ما ادخل من البيت الاقي المشاكل كلها مستنياني على طول، هعمل ايه وانا ما بحبش المسؤولية؟ هلبس وانزل. طيب ولو انا رجعت بعد كده اخر الليل سمعت مشكلة اهم داخل نايم، يبقى هو هنا بيعمل هروب، احنا مش عايزين ده. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا واخد دبلوم زراعة. تمام، معلش علي صوتك شويه، اتفضل. واخد دبلوم زراعه. اتفضل. تمام. ومش عارف اقرا ولا اكتب. ازاي واخد دبلوم ومش عارف تقرا وتكتب؟ المدرسين ما كانش في حد بيعمل ضميره اصلا، دي اول حاجه. وفي ناس كتير زيي. تمام. في ناس كتير زيي، بجد ان انا بشوف المدرسه. رحت امبارح زي كده جاي من المدرسه. جاي من المدرسه، كنت جاي من المدرسه. ايوه معاك، اتفضل. العيال كلها بتغني، العيال كلها بتغني، ما فيش واحد عارف يقرأ ولا عارف يكتب. تمام. فمش عارف يعني ازاي، يعني انا عايز المدرس، انا عايز المدرس يعامل ضميره، يعني انا بقول حسب الله ونعم الوكيل في كل مدرس مش بيعامل ضميره، العيال مش عارفه تكتب كلها. طيب معلش، انت خلاص خلصت دلوقتي صح؟ انت حاليا بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ لا مش انا بوقف عن الشغل عشان مش بعرف اقرا ولا بعرف اكتب، انا سني 25 سنه. تمام. مش عارف اقرا ولا عارف اكتب، وفي ناس كتير زي شباب زي مش عارف يقرا ولا عارف يكتب. كان ينجحونا ليه؟ طيب في فرق كبير بين اني انجح دراسيا وبين اني اتعلم فعليا. يعني انت النهارده محتاج انك تتعلم بجد، تمام؟ انا هجاوبك على سؤالك. طيب ما علينا، انا يعني هشرح لك تفصيلا اللي انا عايز اقوله. في حاجه تانية غير دي بتتعبك؟ انا بكره المدام بتاعتي. مالها؟ بكرهها فيلم كده، مش بطيئها، بكرهها. انت متجوز بقالك قد ايه؟ 4 سنين. طب وايه سبب الكراهيه؟ بالنسبة عندنا احنا في الصعيد، خد بنت عمك ومش خد بنت عمك، ولازم فجبروني عليه ان انا خدتها يعني. تمام. طب وانت لما خدتها لقيتها انسانه كويسه ولا لا؟ لا كويسه جدا، بس انا بكرهها اصلا، يعني مش بحبها. تمام. هي يعني عارفه ده؟ هي انت اعلنت لها ان انت بتكرهها؟ لا اعلنتها ده. تمام. رد فعلها ايه؟ رد فعلها ان احنا بالنسبه يعني اختبار يعني عم، فهي مش عارفه تعمل اي حاجه يعني، ولا حد مش عارف بالنسبه قوانين وتقاليد وعائلات ودين وعائلات يعني. طيب انت اصلا معلش بتحب حد تاني ولا انت مالكش علاقه بحد تاني اصلا؟ لا انا كنت احب واحده ليا احسن من 12 سنه النهارده، بس اتجوزت هي كمان. اتجوزت. بس مخلي مخي في حاجه تانية. يعني ليه 12 سنه في تفكير بس؟ تفكير بس؟ 12 سنه في تفكير بس، لما مخي يجري مني. لكن انت ما كلمتهاش ولا اي حاجه بينك وبينها؟ لا لا، هي ما تعرفش ان انا كنت احبها اصلا. تمام. لا ما هي ما كانتش تعرف اصلا، مش عارف الواحد يعمل ايه، وفاهم مش عارف انا اتجوز، انا كده كده عايز اتجوز على دي بدل ما نعمل مشكله. طيب انت عندك اولاد منها ولا ما عندكش؟ معايا ولد. كم سنه؟ يعني سنه. سنه واحده؟ اه. طيب انت عندك نوع من التردد، متردد في قراراتك؟ كتير. صح كده؟ وعندي احساس بخاف قوي، لو حد زعلني ممكن اروح فيها. تمام. فما احبش حد يزعلني خالص، لو حد زعلني ممكن بتعب كتير لما حد يزعلني. حساس بزياده يعني. بزياده جدا كمان. طيب هجاوبك على سؤالك وخليك معايا لان سؤالك مهم قوي. تمام ماشي. طيب. انا عايزك تدي نصيحه بالذات عندنا كمان في الصعيد. تمام. حاضر. ان الواحد ما ياخدش، ما ياخد بنت عمك، خد مش بنت عمك، بنرجع لمشاكل ليه؟ ما ياخد اي واحده الواحد بيحبها وخلاص، مش لازم ياخد بنت عمه. عينيا الاثنين. حاضر. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يحفظك يا رب. الله يبارك في عمرك، جزاك الله خير.
طيب احنا كنا في السؤال بتاع ام عمر وكنا بنقول لها طبعا ان السؤال 3 اجزاء وجاوبت عليها وقلت لها الجزء الاولاني خاص بيها وجاوبتها انها لازم في الحاله دي تركز على القلق والتوتر وتخلص منه، وجاوبتها على سؤال الزوج بانها لازم تهتم بيه وتعمل له جو مختلف في البيت عشان بس ما تقولش ان انا سبت السؤال بتاعها، والخاص الجزء الخاص بالولاد ان الولاد ما لهمش ذنب في اي خلاف بين الاب والام وما لهمش دور غير انهم يطلعوا متربيين كويس وبيحترموا الاب والام، والعلاقه اللي بين الاب والام سواء في خلافاتهم او كده ما تخرجش بره الاوضه بتاعتهم قدر المستطاع. احيانا الام غصب عنها بتعبر عن انها متضايقه مع الولاد، تعرف انها هنا بتضرهم وبتعمل لهم اضطرابات نفسيه، وطبعا 4 اولاد انا عارف انهم محتاجين منك ومن الزوج انه يشاركك في مسؤوليتهم، ولكن حبا فيهم حاولي تصلحي جو البيت، خليهم هم يكونوا دافع ليكي انك تصلحي بدل ما يكونوا هم سبب ان انت حاسه ان عليكي حمل كبير قوي، وربنا يبارك لك فيهم. كان معانا سؤال ام احمد بتتكلم عن ان ابنها عندي جدا، هو 3 سنين ودايما في الاكل والشرب بيحيرها جامد جدا، ويقعد يقول لها هاتي ده ولا انا عايز ده ويصمم رايه، وهو طفل وحيد تمام، ولما تيجي تلعب معاه لان هو بيخليها تشاركه في اللعب فيبدا يعمل نوع من ان في اشخاص كتير موجودين، فيا ترى ده ايه وايه المشكله بتاعته؟ اولا هو ما عندوش مشكله، يعني هو طبيعي 100%. الطفل هنا بيستعمل عالم الخيال بتاعه فبيتخيل وجود اشخاص كتير حواليه ويتخيل ان هم موجودين ويبدا يشاركهم في اللعب معاه، وده طبيعي جدا، ده بالعكس دي من مميزات الطفل ان عنده نمو لعالم الخيال، وان عالم الخيال بتاعه بينتهي مع انتهاء اللعبه، فده ما فيش في اي ازمه ان الطفل لازم يتخيل، وكل ما يكون مبدع اكتر كل ما يدي في خياله اكتر، وانت تشاركيه في دوت وتبداي تديله دعم وتبداي تفهمين ان احنا بنعمل لعبه ونتخيل اللعبه مع بعض، وبعد كده انتهت اللعبه انتهى التخيل، يبقى دور حضرتك بتساعديه في الابداع وتعلميه ان الابداع له درجه بتقف عندها اللي هو العالم الخيالي، وتعالى بقى نكمل حياتنا اليوميه كويس. طيب وفي موضوع العند لما هو يطلب حاجه، العناد عند الاطفال ميزه وليس عيب، الطفل العنيد طفل بيفكر عنده رأي فقرر ان هو ياخد الحاجه دي او ما ياخدش الحاجه دي، هنا انا مش مطالب اني اصمم امشي رأيي لا خالص، اولا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجه سيبيه ياخد الشيء اللي عنده رغبه فيه، طالما خد الحاجه اللي ليه رغبه فيها ولقى ان عنده رأي هو بعد كده مش هيند معاكي خالص، هو مجرد الطفل ما ياخد حاجه اسمها ثقه بالنفس يبطل يعند. ايه ليه الطفل بيعند؟ لانه حاسس انه ضعيف وملوش رأي فبيحاول يثبت رأيه، أو أحيانا كتير بيحس إن هو بيكون شخصيته بإنه يرفض دي وياخد دي، ده شيء طبيعي جدا وإيجابي جدا ومش مطلوب مننا إن احنا لازم نكسره ويمشي على هوانا أو يعمل حاجة احنا عايزينها بالحرف. هتقولي طيب ولو أنا عايزاه ياكل أو يشرب أكل صحي؟ هيحصل بس قدام شوية، ما تستعجليش أنت، يعني بلاش تخلي قلقك وتوترك إنه لحسن يكون ضعيف ده يأثر عليكي، لا ما تخافيش وسيبيه فترة بسيطة هيبدأ يجي هو بنفسه وياخد الحاجة اللي انت عايزاها. ممكن جدا تعملي عملية الاقناع بقى. يعني ايه عملية الاقناع؟ يعني انا اخد الحاجة واحببه فيها، شايف الكوباية دي جميلة جدا انا هشربها، ايه رأيك تشرب معايا؟ حاجة كده من النوع اللي بعمل له عملية تشويق، اللي هيخلص اللعبة دي الاول هو اللي هياخد الجايزة بتاعته، اللي هو هيشرب الكوباية كلها، وانا مش هديها لك، مش هتشربها دلوقتي، امال ايه؟ هتشربها لما نخلص اللعبة دي سوا. نوع من الطريقة بخليها هدية، بخليها مكافأة، بخلي الاكل والشرب نوع من الجايزة، بنلعب مع بعض، هتلاقي هو اول واحد طالع يجري يشرب الكوبايه، لكن بقى هتشربها وغذا وهتاخدها، يعني هتاخدها طب عندي على عندك مالناش واخدها، طبعا ده بلاش. طيب في برضو حاجه تانية، لما بدانا نتكلم قلنا ان حضرتك حساسه بزياده شويه تمام، وبالتبعيه بقى في ضربات قلب زياده وقلق وخوف وبتقبضي، هي كده اعراض القلق كلها موجوده، يعني انا عندي جسدتي اعراض القلق والتوتر، ده اول طفل بيجيلك فاعراض القلق والتوتر بدات تعلى تمام. اذا الاعراض وصلت لضربات القلب الزياده، قبضه في النفس، غصه في الزور، عرق في اماكن متفرقه، بدانا نلاقي الموضوع بيخرج من ايدينا، الجا لمتخصص فورا، دخلنا هنا في مشكله وعايزين نظبطها. طيب لو الموضوع بسيطر عليه ما عنديش مشكله، كان مجرد خوف لاني مش مستوعبه، يبقى طفل بنتعلم ازاي نتعامل معاه بطرق التربيه السويه والصحيحه، وقرني واعرفي ان كنت قلوقه ولا لا بعيدا عن ابنك. يعني حضرتك في حياتك العامه مع الزوج مع الاصدقاء مع الاسره، هل برضه حساسه وبتزعلي من اي كلمه؟ هل برضه من النوع اللي بقف على التفاصيل وازعل؟ هل ممكن وانا بره ورايحه مشوار الاقي نفسي متوقعه الاسوأ حتى لو المشوار ما يستاهلش؟ لو دخلنا في ده يبقى لازم الجا لمتخصص، لان انا هنا بقول انا بقيت شخصيه قلوقه بزياده. القلق تعريفه زي ما قلنا قبل كده بفكر في المستقبل بس بنوع من الخوف او التشاؤم، فبالتبعيه بقيت اتوتر اتردد، فده لازم في الحاله دي متخصص معانا. طيب معانا سؤال اللي هو الصعيد بقى، سؤال الصعيد، الاخ كان دبلوم زراعه
اظن احمد يعني، كان دبلوم زراعه وقال انا ما بعرفش اقرا واكتب. طيب هنا البدايه ان لكل معلم ولكل انسان في الدنيا ازاي يراعي الله عز وجل وازاي يراعي ضميره. فكره ان انا ممكن اكون داخل المهنه وانا عارف ان الحياه بقت بتضغط على الناس كلها نفسيا واجتماعيا وماديا، تضغط على نفسك فتلاقي نفسك غصب عنك ما بتعملش الصح، لا ملوش مبرر. المعلمين بعد اذنكم حرام يخرج جيل يضرنا ويضر نفسه. تمام؟ هو خلص دبلومه وما بيعرفش يقرا ويكتب، وطبعا ازاي ده حصل؟ هو قال ان كل الناس بقت بتعمل ده او معظم الناس اللي ما عندهاش ضمير. طيب المشكله هنا ان هو لقى الاطفال، والمشكله دي عامله له عقده نفسيه لانه لقى الاطفال كمان بتخرج ما بتعرفش تقرا وتكتب او هو شايفهم بالصوره دي. وبدانا نتطور في السؤال فقال انه متردد وبيخاف جدا، ولو حد زعله وهو حساس بالزياده فبيخاف اي حد يزعله. المشكله انه حد يحب بنت من طرف واحد 12 سنه وهو من طرف واحد بس وما اتكلمش، وبعد كده اجبر على الزواج من بنت عمه. طيب هو اولا هنا انت شخصيه قلوقه. يعني ايه قلوقه؟ يعني حساسه بزياده، متردده، بتخاف، زي انت ما شرحت نفسك بالحرف. الشخصيه القلوقه دي دماغها بتفكر 24 ساعه وعينيها بتجيب كل التفاصيل. واكتر مشكله بتقابل حضرتك مش بقى ان انت متجوز زوجه خالص، على فكره الفكره مش ازمه زوجتك، الازمه هنا عندك انت. يعني ايه؟ يعني لانهم قالوا لك تزوجها ولقيت ان ده امر مفرض عليك، اول ما اتفرض عليك اتوترت. احنا النهارده لو بكره الصبح جبنا لك شغلانه وقلنا لك اشتغلها هتتوتر برضه، لو جبنا لك اي مسؤوليه وفرضت عليك هتتوتر برضه. طول ما المشكله موجوده انت هتحس ان انا عندك ازمه وهم ومسؤوليه ومش هرتاح غير لو خرجت بعيد عنها. بيسموها دايما الشخصيه القلقه بتهرب عشان ترتاح، بس ده مش حل. الحل هنا مش في الزوجه. يعني ايه؟ يعني الزوجه واحده فاضله بقى لها 4 سنين معاك، بنت عمك جايبه لك طفل جميل، دي كلها نعم من الله عز وجل اديها لك. المفروض تبص للمميزات بتاعتها قبل ما تفكر تسيبها وتروح لغيرها. يعني ممكن تكون انت ما كنتش حاببها، اوكي ده انا معاك، لكن بص لمميزاتها، بقت زوجه النهارده. الزوجه دي لو انت قررت تسيبها او حتى تتجوز عليها، طب ما هو ده مش هيجرح قلبها؟ طب النهارده بلاش، انت النهارده مش هتكسرها كانسانه عشان تقول لها كده، او انك تقول لها ما بحبكيش وعايز اروح اشوف واحده بحبها. هي انت ما تقبلش انها تقول لك حاجه زي دي، وما تقدرش تتحمل نص الكلام اللي انت قلته عليها. فبالتالي لازم تقف مع نفسك واقفه، انت محتاج علاج نفسي، وانا بقولها صراحه محتاج علاج نفسي، لان مشاكلك اللي موجوده دي مش بس مع الزوجه، هي موجوده معاك من ايام زمان مع دراستك وموجوده مع الحياه الزوجيه دلوقتي. فطبعا لازم متخصص هيساعدك كتير جدا. والسعيد طول عمرهم رجاله، فاحنا عارفين يعني ان لازم ان شاء الله تبقى في احسن صحه. طيب اخيرا انا بس عشان وقت برنامجنا خلاص على الانتهاء، وانا وعدت ان اقدم العلاج بتاع الشخصيه الانفعاليه. علاج الشخصيه الانفعاليه اللي موجوده بيتقسم لمجموعه اجزاء. اول حاجه علاج الشخصيه نفسها اللي بتعاني من اضطراب الشخصيه الانفعاليه. في العلاج بتاعها بندي حاجه اسمها سايكوثيرابي. يعني ايه السايكوثيرابي؟ العلاج النفسي بندي حاجه اسمها سايكو سبورت، ان انا اديها تشجيع، ان انا اغير لها صوره الذات. هي عندها حاجه اسمها احتياج للحب طول الوقت مفتقداه، فلازم اغير لها صورتها عن نفسها وعدم الثقه بالنفس اللي هي بتعاني منه. دي مشكله مهمه جدا، لازم هي نفسها تبدا تغير طريقه اللي هي العلاج المعرفي، عندها تشويه للمعلومات عن نفسها، فلازم نرجع لها معلومات صحيحه عن نفسها مره تانية. ده بيسموه السي بي تي او العلاج النفسي المعرفي، هي بتبقى محتاجاه جدا عشان ترجع صورتها قدام نفسها تبقى كويسه وتحس انها بدون الناس مش لازم تبقى اعتماديه عليهم، تبقى مش محتاجه دايما تلفت انتباههم، مش محتاجه دايما اهتمامهم بزياده. نمسك سلبيات الشخصيه ونبدا نعدلها او نعمل لها سوري تعديل عشان البنت تبدا تتعايش مع الحياه، وده ما بياخدش وقت طويل. الجزء الثاني بيبقى حاجه اسمها الاسره او الارشاد الاسري او بيسموه الدعم الاجتماعي او السوشيال سبورت. الحاجات دي كلها بتبقى عباره عن تغيير التعاملات معاها، الاسره بقى والمجتمع بتاعها. مش لازم نتأثر بكل شيء هي بتعمله بزيادة قوي، يعني بلاش نقول ان كل حاجة تعملها بنتحرك معاها بسرعة، لانها بتستغل دوت وتبدأ تحركنا عشان نهتم بيها. احنا قلنا ممكن توصل بيها لانها تدعي الانتحار او تنتحر. ليه؟ عشان عايزة تورينا ان احنا كلنا نهتم بيها. ممكن تعمل حاجات كتير قوي بزيادة اوفر عشان نهتم، لا لازم يكون تعاملاتنا اخف بكتير. طيب الجزء الثالث خاص بالمتزوجين. لو حد من الازواج زوج او زوجه لقى ان السمات دي موجوده اللي هي الشخصيه الانفعاليه عند الزوج او الزوجه، هنا في الحاله دي ليها خصوصيه مختلفه. ازاي؟
ازاي تستمتع، دي بنعلمها لك ازاي تستمتع بالشخصيه الانفعاليه. يعني بنقول احيانا كتير بتبقى الشخصيه الانفعاليه ليها مميزات كزوج او كزوجه اعلى بكتير من الناس اللي بره. ازاي تعرف ده وتستثمره؟ ازاي لما يبقى مودها حلو وعالي قوي تستفيد بيه جدا 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 وتبقى انت كمان في اسعد لحظاتك؟ وازاي لما يبقى المود واقع جدا وسلبي في الحاله دي تبدا انت تبعد تماما وتدي نوع من التجاهل؟ في طريقة بنعملها بنعلمها للأزواج لو هو بيعاني من الشخصية الانفعالية عشان يقدر يتعامل. أحيانا كتير التجاهل للسلبي بيخليه يعدي بدون ما يحصل مشكلة، لكن لو صدرت نفسك في اللحظة اللي هو المود فيها سلبي أنت ممكن هنا تحطم الشخصية وتتحطم معاها لأن عندها رغبات انتقامية. أو العكس، لو أنت المود إيجابي وأنت عرفت تستغله تاخد أجمل لحظات حياتك، وخصوصا أن الشخصية دي بتنسى بسرعة. احنا قلنا عندها طريقة التفكير سطحية وهي ميزة وعيب، يعني ممكن في النهاردة او دلوقتي حالا كنا زعلانين ومتخانقين نص ساعة وهي نسيت احنا كنا بنحكي في ايه اصلا، ولا ان احنا متخانقين ولا زعلانين ولا ان كان في بينا مشكلة، وتيجي تضحك وتهزر وتهزر بزيادة قوي. فاحنا بنعلم الازواج ازاي يستفيد من الزوج او الزوجة. مش دايما يبقى الحل، لان ده حصل كتير النهاردة، سؤال من زوج مش عايز زوجته وسؤال من اتنين من الزوجات مش عايزين ازواجهم او متضايقين منهم. مش الحل السريع يلا بينا ننفصل، مش الحل السريع انا زهقت منه وتعبت، مش الحل السريع انا بكرهه. الحياة الزوجية ما بتتبنيش بالصورة دي، الحياة الزوجية بتتبني بان مين فينا هيقدر يعدل التاني، مين فينا هيعدل من نفسه ويعرف يشد التاني ليه. ربنا ادى للازواج صلاحيات كتير قوي مع بعض عشان يجذبوا بعض، عشان يبقى في اغراء مع بعض، عشان يبقى في حياه زوجيه صح، عشان يبقى في حب في البيت، عشان يبقى في ود واحترام، عشان يبقى في كل الصلاحيات طول ما انت جوه البيت. ازاي تجذب شريك حياتك لبيتك؟ هو ده اللي انا ممكن استفيد منه في حياتي، هو ده اللي انا افكر ازاي اتعامل بطريقه صح. اتمنى ان انا اكون وفيت معاكم المقدار الكافي عن الشخصيه الانفعاليه، وبرضه زي ما اتفقنا ان احنا بدءا من الاربع الجاي ان شاء الله هنبقى في برنامجنا الجديد النفوس المطمئنه اللي هيكون فيها مفاجات كتير وطريقه مختلفه جامده جدا، واحنا بنتكلم عن الشخصيات وهنكمل مع بعض سلاسل كتير من الشخصيات بس بطرق مختلفه، وهيشاركنا كمان ناس كتير ومش هحرق المفاجات بقى. اتمنى اكون غطيت معاكم بشكل كويس. اخر يوم ليا في 60 دقيقه، اشوفكم على خير، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.